أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. لمظلوميتك يا رسول الله، حديثان شريفان أبدأ بهما الحديث. الحديث الشريف الأول حديث شريف يبين حكما شرعيا عاما، قاعدة عامة. أما الحديث الشريف الثاني المرتبط بالحديث الشريف الأول فهو يبين ألما كبيرا، يبين مشكلة كبيرة جدا في المسلمين. الحديثان صحيحا السند. الحديث الشريف الأول صحيحة ابن عمار عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال الحديث الشريف الأول قاعدة عامة حكم شرعي، يذكر هذا الحديث الشريف في الكتب الفقهية. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع إتيان المشاهد كلها. المراكز المرتبطة بالدين التي لها نوع ارتباط بالدين تعظيمها، احترامها، توقيرها، الاتيان إليها شيء محبوب. هذا امتداد لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر بعد ذلك بعض النماذج في المدينة المنورة من المشاهد المرتبطة بالدين المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله. قال: لا تدع إتيان المشاهد كلها. مسجد قباء فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم. مشربة أم إبراهيم مسجد صغير كان يسمى مشربة أم إبراهيم لقضية، ومسجد الفضيخ. مسجد الفضيخ أيضا مسجد
في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان في أطراف المدينة، اليوم جزء من المدينة، يسمى بمسجد رد الشمس، المكان الذي حدثت فيه هذه المعجزة، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح. هذه نماذج للمشاهد التي يلزم أن توقر، أن تعظم، تحترم، تؤتى. هذا حديث شريف، والحكم الشرعي واضح طبقا لهذا الحديث الشريف، طبقا للآية القرآنية، طبقا لأدلة شريفة أخرى. أما الحديث الشريف الثاني وهو صحيح الحلبي، حديث مؤلم جدا جدا جدا، يبين وجود ألم شديد، مشكلة كبيرة في المسلمين. صحيح الحلبي قال الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: هل أتيتم مسجد قباء أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم إبراهيم؟ قلت نعم. قال صلوات الله عليه: أما إنه لم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله شيء إلا وقد غير. غير هذا، كل آثار النبي صلى الله عليه وآله أزيلت، غيرت، هدمت. هذا متى؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ولد بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله ب72 سنة فقط، يعني أقل من قرن. ما مضى على استشهاد النبي صلى الله عليه وآله قرن واحد إلا وهدموا آثاره، أزالوا آثاره، غيروا آثاره. القضية ليست بعد 1300 أو 1400 سنة، 1500 سنة. الذي بقي من آثار النبي هذه، حسب هذه الرواية الشريفة، هذه المساجد الثلاث فقط. أين يسير المسلمون؟ ليس اليوم، في ذاك الزمن بعد النبي صلى الله عليه وآله، بعض الذين كانوا قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله أو رأوا بعض الأصحاب كانوا موجودين آنذاك أصلا. يا أخي، القضايا العادية، الآثار العادية للأشخاص العاديين يحتفظ بهم بعد جيل وجيلين وثلاثة أجيال. بعض الناس إلى الآن يحتفظون ببعض الأشياء لأجدادهم من قبل 80 سنة، 90 سنة. جدهم شخص عادي ولكنه بالنتيجة محترم بالنسبة إليهم. آثار الشخصيات تبقى آلاف السنوات، آلاف لا مئات. اليوم آثار بعض الأشخاص موجودة بعد أكثر من 4000 سنة عليهم، يحتفظون بها، يعظمونها. أنت تتحدث عن الغلو في رسول الله وآل البيت، أين الغلو؟ أبسط التقدير والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يوجد في صفوف المسلمين، لا أتكلم عن اليهود والنصارى. آثار النبي ما تركوها 100 سنة. لا
لا ننجر إلى الغلو. يوجد غلو أصلاً؟ كله تقصير. لو كان المسلمون يعلمون مشكلة التقصير في حق النبي صلى الله عليه وآله كان يحدث هكذا شيء؟ الطغاة صنعوا شيئاً، لماذا أنتم اتبعتموهم؟ عظمتموهم أولئك المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجريمة. المسلمون عظموهم أم لا؟ لماذا؟ لأن المسلمين لا يعرفون معنى أنهم مقصرين في حق النبي صلى الله مقصرون في حق النبي صلى الله عليه وآله. انتبه، لا تغالي. أين الغلو؟ كله تقصير. هذا ليس تقصيرا في حق النبي صلى الله عليه وآله، هذه ليست إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ما احتفظوا بآثاره لقرن واحد، قرن واحد. وهذا سيد الأولين والآخرين، أشرف خلق الله عز وجل. مشكلة التقصير لا مشكلة الغلو. مشكلة الغلو مشكلة صغيرة لم يقع فيها إلا نسبة ضئيلة جدا من المسلمين. يا أخي اقرأ الحج، اقرأ الحج. جبل شيء عادي دينيا لا قيمة له، لأنه ارتبط بإبراهيم خليل الرحمن. يجب على كل مسلم مستطيع على الأقل مرة أن يذهب ويعظم ذلك الجبل، يطوف حسب تعبير بعض الروايات، طواف بين الصفا والمروة، بعض الروايات الشريفة السعي بين الصفا والمروة. جبل لا قيمة له أصلا، ولكن لأنه ارتبط بإبراهيم أصبح ذا قيمة. بئر له قيمة دينية؟ له قدسية؟ لا، هذا البئر ارتبط بنبي من الأنبياء، ليس من أولي العزم، بإسماعيل، أصبح له قيمة. هذه أشياء هي بحد ذاتها لا قيمة لها، لكن لأنها ارتبطت بنبي صارت ذات قيمة. وأماكن لها قيمة ذاتية، مساجد المسجد له قيمة ذاتية أصلا، أي مسجد في أي مكان على وجه الكرة الأرضية المسلمون يعظمونه. مساجد هدموها، ناهيك عن أن هذه المساجد كانت مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله. جبل يرتبط بإبراهيم ارتباطا ضعيفا، ما هو ارتباط الصفا والمروة؟ هذين الجبلين بإبراهيم، فهذا ارتباط صغير في حياة إبراهيم. حياة إبراهيم طويلة كانت، فيها صعود نزول، فيها قضايا كثيرة، هذا الجبل كان له زاوية من الارتباط بين إبراهيم، هكذا يعظم جبل لا قيمة له بذاته، يعني صار صاحب قيمة عظيمة عند المسلمين. ومسجد يرتبط، مسجد له قيمة ذاتية يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، يهدم. لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة مساجد. طبعا تعلمون مسجد الفضيخ اليوم أيضا مهدم، هذا في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان موجودا. مسجد رد الشمس مهدم، ليس موجودا، مكانه فقط مبين. مسجد مشربة أم إبراهيم، مسجد مشربة أم إبراهيم اليوم مهدم غير موجود. اليوم من هذه الثلاثة فقط مسجد قباء موجود. هذا تقصير أم لا؟ المسلمون يعرفون قيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن التركيز أين؟ انتبه لا تغالي. لا يقول أحد انتبه لا تقصر. إرعاب، تخويف من الغلو وتقريبا كل المسلمين وقعوا في التقصير عندما يخيف
الناس، جهات تخيف الناس من زاوية، الناس لا ينتبهون إلى زاوية ثانية. هذه الزاوية هي المشكلة، الخطر من هنا ليس من هناك. أقرأ لكم آية قرآنية. كم شخصا تعرفون هؤلاء قطعة خير، قطعة رحمة لمن حولهم؟ الحمد لله رب العالمين، نعرف الكثير. كم شخصا تعرفون هؤلاء قطعة خير، قطعة رحمة لعدد كبير من الناس؟ هؤلاء قلة قليلة، لا نادر من الناس في كل عصر. كم شخصا تعرفون هؤلاء خير، بركة، رحمة لكل الناس في عصورهم؟ كم شخصا تعرفون؟ لا نعرف إلا أولي العزم من الرسل فقط، الذين كانوا رحمة لكل البشر. لكن كم شخصا تعرفون كانوا رحمة ليس للبشر في عصرهم، لكل البشر في كل العصور؟ لا نعرف إلا محمدا وآل محمد صلوات الله عليه. لا، كلامي غير تام، غير دقيق. ما كانوا رحمة للبشر في كل العصور فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العوالم، لعالم البشر في كل العصور، لعالم الملائكة في كل العصور، لعالم الجن في كل العصور، لعالم الحيوانات في كل العصور، لعالم النباتات في كل العصور، لعالم الجمادات في كل العصور. العالم كما يفسرونه كل ما سوى الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالله عليكم، هكذا شخصيات يلزم أن نتحدث عن الغلو فيهم أم نتحدث عن التقصير فيهم؟ هكذا شخصيات ما خلق الله عز وجل مثلهم أحدا أبدا. رحمة لكل ما سوى الله عز وجل. يا أخي، شخصية محترمة عند مجموعة من الناس أيا كان، أحد يتحدث عن الغلو فيه؟ أم كل الناس يتحدثون، أتباعه، من يحبه، حتى بعض الشخصيات التافهة مجموعة يحبونه؟ سمعتم أحدا منهم يقول لا لا تغالي فيه؟ كلهم يقول هذا شخصية عظيمة، هكذا كذا مواصفاته، تعظيمه، كل الكلام في تعظيمه، على الأقل ممن يحبه. لماذا المسلمون كلهم يصرخون انتبهوا لا تغالوا في رسول الله؟ أنا لا أتحدث عن النواصب، أنا لا أتحدث عن العامة، أتحدث عن الشيعة. كم نسمع هذه الكلمة لا تغالوا في رسول الله؟ أحد من الأحباب يقول هكذا كلام، وهذا هو رحمة للعالمين؟ هكذا عظمة استثنائية؟ قضية واحدة من قضاياهم صلوات الله عليهم، قضية واحدة، هذه القضية واردة في مصادرنا بالتواتر، في أعلى درجات التواتر، واردة في مصادر غيرنا من بقية الطوائف بالتواتر، في أعلى درجات التواتر. لا أظن مسلم واحد على وجه الكرة الأرضية ينكر هذا المعنى، إلا أن ينكر كلام النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فيخرج عن الإسلام أصلا.
هذا المعنى ما ورد في رواية شريفة واحدة، في روايتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين، خمسين. قول النبي صلى الله عليه وآله في حفيده أرواح العالمين له الفداء: يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. رواية متواترة قالها النبي صلى الله عليه وآله، لعل المستفاد من مجموع الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة في مئات المواطن، في مئات المواطن عن حفيده أرواح العالمين له الفداء. هذه الكلمة سمعناها كثيرا، تعودنا عليها، حقا عجيبة. في قمة العجب، يعني كيف إخواني كان مجموع البشر على وجه الكرة الأرضية كذا مئة شخص، كل البشر كانوا على وجه الكرة الأرضية كم مئة شخص، الله عز وجل بعث إليهم رسولا من أولي العزم بقدرات أولي العزم وهو نوح، حتى يبسط العدالة بين كم مئة شخص على وجه الكرة الأرضية. ما تمكن، لا لنقص في نوح، المشكلة في البشر، هذا الموجود الغريب لا ينساق. عاش فترة قصيرة حتى أنه ما تمكن، لا، عاش مئات السنوات بينهم، ما تمكن، ما تمكن أن يبسط العدالة في كم مئة شخص. مرت قرون، صار عدد البشر أكثر، لعله وصل إلى عشرات الآلاف على وجه الكرة الأرضية كلها. الله عز وجل بعث فيهم من أولي العزم نبيا آخر، إبراهيم، ليبسط العدالة بينهم. تمكن؟ ما تمكن، بقدرات العزم. هذا إبراهيم، هذا خليل الرحمن، هذا أفضل نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فالأنبياء أفضلهم لعله إبراهيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ثاني أفضل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. تمكن؟ ما تمكن أن يبسط العدالة في كم ألف شخص، في كم عشرة آلاف شخص على وجه الكرة الأرضية. يا أخي اليوم عدد البشر ليس بعشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين، بالمليارات. البشر تغير؟ لا، ما تغير البشر، نفس الموجود الغريب العجيب. الفساد قل، يعني العدد عشرة آلاف ذاك العدد، مئة ألف ذاك العدد، ربما مليون ضعف ذاك العدد، يعني في مقابل كل شخص واحد من البشر آنذاك اليوم اجعل مليون شخص، اجعل مئة ألف شخص، صح؟ الفساد قل؟ ما قل أبدا. في مقابل كل فساد ذاك اليوم اجعل مئة ألف فساد اليوم. هو النبي صلى الله عليه وآله يقول بعدما ملئت ظلما وجورا، ملئت. يا أخي في هذا اليوم جئني بحاكم عادل، لا أقول حاكم عادل عادي، حاكم عادل عظيم، سلم له مدينة صغيرة، لا مدينة كبيرة، لا أقول دولة، لا أقول مدينة، مدينة صغيرة، قل له أنت ابسط العدالة، ابسط العدالة في هذه المدينة الصغيرة عدالة كاملة. حاكم عادل عظيم يتمكن؟ لا يتمكن. مع هذا الوضع يتمكن؟ لا يتمكن. لا، لا تقول له العدالة لتكن تملأ الناس في هذه المدينة الصغيرة، لا، 50% من العدالة طبقها، 50% شخصية عظيمة، حاكم عادل عظيم يتمكن؟ لا يتمكن، في مدينة صغيرة صغيرة. يا أخي شخص يأتي، وإن شاء الله يأتي بسرعة،
يبسط العدالة في الكرة الأرضية كلها. العدالة في كل المليارات من البشر، لا، ليس فقط في البشر. النبي ما قال في البشر فقط، قال يملأ الأرض. يملأ الأرض يعني عالم البشر على وجه الكرة الأرضية، عالم الطيور، عالم الحيوانات، عالم الأسماك، عالم الجن، يملأ. كلام النبي دقيق، والنبي صلى الله عليه وآله هذه الكلمة استخدمها، كلمة الملء، مادة الملء. يملأ الأرض قسطا وعدلا. هي الأرض خلت من الفساد، من الظلم؟ لا، بعدما ملئت، لا مثل الظلم في زمن إبراهيم ونوح وموسى، لا، ملئت الأرض. عندما تملأ الأرض يأتي هذا الحفيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، يملأها قسطا وعدلا. إخواني، هذا الشخصية، هذه الشخصية يلزم أن نتكلم عن الغلو فيه. هذه الشخصية لو قبل الإنسان التراب على بعد مئات الأمتار من قدمه الشريف كان جديرا به. هكذا عمل من تمكن أن يصنع، وبالتأكيد سيصنعه بقية الله، أرواح العالمين له الفداء، بالتأكيد كلام النبي صلى الله عليه وآله. إخواني، كلمتي الأخيرة، أرجوكم انتبهوا وأنا معكم. هناك مشكلة، كثير من الناس، عفوا أكثر الناس، أقول لعله كل الناس إلا النادر، الناس يقعون في هذه المشكلة. بعض الأشياء، بعض الأعمال، أعمال صحيحة في حد ذاتها صحيحة، ولكن نفس العمل الصحيح في ظرف آخر أحيانا يصبح خطأ. نفس الشيء الصحيح في ظرف أحياناً يصبح جريمة أصلاً، ذاك العمل الصحيح في ظرف آخر قد يصبح جريمة. شخص عنده ولد، وهذا الأب عنده دينار واحد كمثال، الولد جائع والولد مريض بمرض خطير كمثال، هذا الشخص إذا أعطى الدينار واشترى طعاما لهذا الولد سيشبعه، ولكن هذا الولد ربما يموت بسبب ذلك المرض. وإذا اشترى بهذا الدينار دواء له فإنه يبقى جائعا ولكن ينجو من الموت. إذا هذا الأب ذهب في هذا الظرف اشترى بالدينار طعاما لذيذا أعطاه لولده، والولد أكل الطعام وشبع، وبعد سويعات مات بسبب عدم وصول الدواء الضروري له، ألا يعد هذا الأب مجرما؟ أنا اشتريت دينار، بدل أن أشتري الدينار طعاما لنفسي ضحيت بنفسي من أجل ولدي، اشتريت طعاما لولدي، الناس يلوموني. شراء الطعام للولد صحيح، ولكن في هذا الظرف خطأ، في هذا الظرف جريمة. إخواني، الغلو في رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام خطأ، ولكن أنا أتحدث، أنا أجابه الغلو، أنا أجابه هذا الشيء الذي ليس في المسلمين إلا أقل من 2% ولا ينتشر، أجابه، أجعل طاقتي قدرتي في مجابهة الغلو. ومن الطرف الآخر
التقصير في حق النبي صلى الله عليه وآله غزا كل المسلمين، هذا ليس جريمة يا أخي؟ الخطر ليس هنا، الخطر هنا. الغلاة لا يتوسعون أصلا. أنا لا أقول لا تهدي الغلاة، أقول لا تجابه، لا تجعل طاقتك في شيء آخر، جهدك العلمي، مالك، طاقتك، جهد جسماني، لا تجعله في صد هذا الخطر. هنا ليس خطرا، الخطر هنا، الخطر التقصير في حق النبي صلى الله عليه وآله، التقصير في حق أهل البيت. كم من الطاقات للأسف الشديد تصرف في صد هجمة الغلاة؟ أين توجد هجمة الغلاة؟ أين؟ لكي لا يصبح المسلمون غلاة، يوجد أحد من المسلمين يصبح من الغلاة؟ هم فئة قليلة، على أعلى الإحصائيات لا يصيرون 2% من الناس من المسلمين، على أعلى الإحصائيات. إن كان كلهم أصلا من الغلاة، ولا يوجد غزو أصلا، لا يوجد خطر بالنسبة للمسلمين عامة، ونترك هذه الجريمة التي ترتكب بحق رسول الله صلى الله عليه وآله، الجريمة التي ارتكبت بحق النبي من زمن النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بحضور النبي صلى الله عليه وآله، جريمة التقصير في حق النبي صلى الله عليه وآله. النبي أهين في محضره الشريف أم لا؟ في محضره الشريف أهين، مرة مرتين، كم مرة أهين؟ حدث ولا حرج، وإلى يومنا هذا. على أبواب العشرة المهدوية المباركة الذي تبدأ من يوم غد بذكرى ميلاد سيد العالمين في هذا العصر، بذكرى ميلاد بقية الله الذي هو نفس رسول الله، وهو نفس أمير المؤمنين، وهو نفس فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وهو نفس الإمامين الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا وهو بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه، أن يسهل له المخرج، وأن يجعلنا من خيرة خدامه، وأن يجعلنا من خيرة عبيده، وأن يجعلنا من خيرة التابعين له، وأن يجعلنا من خيرة المطيعين له. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة. إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.